شوف هذا غراب صغير صدته، تعمدت اصطياده، يعني هو كان موجود مع اخوانه على الارض وتعمدت اصطياده حتى اشوف الغربان وش تسوي من تمسك احد الغربان من افراد القطيع. دائما اسمع انه الغراب يهاجمك عندما تمسك ابنائه، وفعلا الدنيا صارت يعني فوضى وزحمة وصراخ وعويل بعد ما مسكت هذا الغراب من قبل الغربان. شايف كيف هذا الغربان هنا؟ شوفه شوفه، الغربان خلاص يعني ما كانت موجودة، بس من مسكت الغراب هذا تغطت السحاب بالغربان. عندهم تعاون جماعي غريب عجيب حقيقة الغربان. أنا طبعا راح أفك الغراب هذا، بس أبغي أشوف التجربة العملية. جمعت كل هالغربان، ما شاء الله. اخوكم خالد المرهون، وراح اطلق الغراب الان. اطلقته، صارت فوضى.